كان العشاء ما كبر، ألا كان العشاء ما كبر. الحن عبالي بكي وعلى حالي، دول حن عبالي بكي وعلى حالي، سر الهوى غالي وعذابه عذابه عذابه كان أكبر. الحن عبالي بكي وعلى خبيته في صدري، أهواك وما تدري، أصل الغلط أصل الغلط أصل الغلط مني. رحت لك سري خبيته في صدري، ما رحت لك سري خبيته في صدري، أهواك وما تدري، أصل الغلط أصل الغلط أصل الغلط مني. ما تقول ما تقول ما تقول أنا صاحب، فين وزمان غايب نسأل عليه واجب، فين وفين وزمان غايب نسأل عليه. حبيبي حبيبي الله يعافيك، يعطيك العافيه، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، يعطيك العافيه، طول لي عمرك يا ابو جاسم، احسنت على عبود، شلون حبيبي؟ الله يسلم حالك يا وحنان، مساك الله بالخير عزازي، عبدالي ما جاب ظروفي، خالد عبد الله انت كله تضحك ما شاء الله عليك. الحين رحت فيهم ولا لا؟ اقول لك اكثر واحد من المعجبين فيك. لا هو اليوم ببلش الظاهر بدري. في طلعه طلع فيها خالد يوم سوى حركه ياسر فجعني والله، حس يوم قال صح كانه يعني ايه صح ترجعني، يمكن يمكن غلط الرجال في الايقاع. لا لا ما غلط، انا اقول يمكن يعني خوفني، بس فواز اللي فواز لها اجر صح ابو محمد، هذه كلمه ابو محمد. ايش رايكم انتم في الاغنيه اللي سمعناها؟ الله لا حلوه طبعا، معروفه الاغنيه اكيد، اغنيه رائعه يعني، الفنان الراحل طلال مداح، طلال مداح الله يرحمه ويغفر له، هذه من اجمل الاغاني طبعا اللي غناها يعني. بس انا تفاجات وانا اغني ان ابو حنان حافظها ما شاء الله يعني، طلال هذه ملك الرومانسية، هي الطلال ولا فوزي محسوب؟ طلال مداح، لا طلال هي طلال مداح،
عبد الله. على فكرة أبو فهد أنت رحبت في الربع خليت إحنا ما في ياسر وأحمد مبارك إحنا ما في وعيسى أخونا لا هم لأنهم نسيتنا لا ما لا والله بالعكس أنا بجاسم قلت له من البداية إحنا منسين على طول ممكن قبل لنا بعدين يا أخوي أنت راعي المجلس أدا من عندي وراء عند خالد إحنا ضيوف عندك أنت عسى ماشر اليوم إيش فيك يعني عيونك إيش فيني نبلانة كذا نبلانة لا لا هو ضال عيونه قد خضر بعدين اذا ما بغيت انا ليش ليه خلص الاغنيه وتكلمت عنك لان حاسك مريض انت اليوم فيك شيء تعبان يقولون ضارب قوطي روب قبل لا تدش تعبان صح الكلام لا لا مو قوطي روب بس والله شوي والله والله انا عبود قال لي لا لا عبود لا تاخذ على كلام اهلك قط شوي بصات اي والله لا ما تشوف شر والله الشكل الله يسلمك الشر ما يجيك يا الربع يوم نيك مسمر ويوم ما ادري ايش بلاك الربع سمعوني اغنيه ايش رايكم اي والله تستاهل نبي نسمعك بس خلنا شوي عبود بالاغنيه اللي طافت هذه انا دائما بالبرامج اللي اول جلسات زي كذا دائما تكلم عن الماضي الجميل حتى بكل الدول الماضي الجميل الماضي الجميل نعم يعني كانه ما في اغاني بالوقت هذا لا في بس يعني اختلفت اختلف المتذوق والمستمع المتلقي تمام فاختلفت الاغنيه تلقائي أيوة بس 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 مش معناها يا جماعه بس هذا مش معناه انه مش ما في حد يسمع الالوان لا شك ان كل فنان في له في كل شريط اغنيه مميزه او اغنيه جميله يعني لا بس مرتبطة في عبود الزمن الراقي غير ان غير ان موضوع ان في كل شريط اغنيه ايضا في اغاني تبقى يعني لا إيه أنا يعني في اغاني هذه عزازي ايش فيك زعلان انا كان قصدي انه في هدا اصابك لا لا في اغاني قديمه ها يعني في اغاني قديمه الفنانين ذولا كلهم والله ما اسمعها لو انا بالربع الخالي الحالي هناك والله ما اسمعها يعني ما هي كلها زين لا صحيح صحيح مش كلها طبعا اكيد في اغاني صح في اغاني لكن لا شك ان البساطه كانت في الاغاني القديمه ممكن بس هي اللي واصله يعني مو كلها ممكن خلونا نسمع اغاني الربع وما صار له الخير دام فواز مريض اليوم دواه عند عبد الله اكيد عبد الله سمعنا عبد الله عندك عبد الله ايش بتسمع والله عندي اغنيه معروفه هي من الحان وغناء احمد فتحي ان يحرمونا من كلمات عبد العزيز مقابل يعني معروفة من طبعا اليوم دشيت فينا عرض من البداية عديت علي و... لكن ناطرك تغني أنا الحين برمي السيدي حقي خلاص ما خلاص لو غنى زين ما تكلم وانا عازف لك ارش لك عبد العزيز منورين كلك يا الربع منورين عبد الله وجودك وجودك يا العزيز عبد الله مقادح ذاك حقنا الملحن وايد احنا علي شوي ومن كنوز الأرض وماس الشموس الله وحده
أبدعت أنا قصرت الحين ما قصرت أقول له المهم أنت يا حوام يقول لي لا تصدق فتدعم تبعني هذا الرجال كان نايم على فكره الله يعينك عبود بينبك والله شباب اليوم ما في صيدات هذا ابو حنان شكله تعبان اقول لك كذا قلت لا والله كله من غانم ملاحظين ترى انا ايش لي انا كل ما صار شيء قلت كله من غانم يا غانم انت اللي تاشر اول واحد اشرت انا شفته غط احسنت يا عبد الله ما قصرت شيء واحد لازم يصحى براد لازم يغمض الاسود لازم يغمض اقول لك الاسود لازم يغمض مع البراد ابو حنان ايش رايك نسمع منك شيء اغنيه مو اخبار اغنيه اقول مو اخبار ما جبت اليوم ما في خبر يلا على جرس اقول ايش نسمع قال تبي اخبار ولا تبي لا لا ورجه خلي صح صح شوي خلي يغني صح تفضل استاذي ايش بات سمعنا جرسات مفاجأة تفاجئنا اغنيه ايوه هاي نفس المقلب اللي صار فيني اليوم عاد ترى ترى ضار لا لا خذ ذاك العود انصحك يا ابو حنان نفس الشيء دوزان منه زين لا هو نفس بس انا ما غير لا غير لا اطنا غير لا خلا نعم اطنا نعم اطنا نعم هذا نعم هذا حطه على اي جرام هذا وين نظر هنا؟ قال مغير له عطني النعم
وعسى عسى ما يلتاح عليك يا نادر الجيل وعسى عسى ما يلتاح عليك يا نادر الجيل عشانك حبيبة أنا أشهد إن الله يحبه ومعطيه اللي هداك الرب تصبح نصيبة منه حبيبة غايتي بس على حسن حظه عشانك حبيبة أنا أشهد إن الله يحبه ومعطيه اللي هداك الرب تصبح نصيبة أنا أشهد إن الله يحبه همسات عقل من تحاكي من خف دم وملح ما ينحكي تسحر بهمساتك عقل من تحاكي من خف دم وملح ما ينحكي Thank you.
لك حق يوم تموت وتحس بنتي الله وهب أوصاف زينة عجيبة لك حق يوم تموت وتحس بنتي الله وهب أوصاف زينة عجيبة وقبلك وأنا بعض الجمال التفت فيه وعقبك ظهر فيك كل من شف عيبه وقبلك أنا بعض جمال التفت فيه وعقبك ظهر فيك كل من شفت عيبه طيب يا استاذ شدونا جزاك الله خير. شد البيت الثاني هنا. ايه يلي خذيت من الحلقة. عشان قال لك ما خلى شيء. رجيك الله ما خلى شيء. كل الحلقة ما خلى صرنا جياكر. جياكر. الله يعطيك العافية يا عبد الله يسلمكم. لا يا استاذ. بس ابو حنان ابو حنان وحنا نغني اشوفه يفكر طبعا هذه من روايع طلال يعني انا اللي احبه كثير القريبه الى قلبي طلال ملك طلال ملك كلمات الامير المرحوم سعود بن بندر مع الله يعطيني فكره الله يرحمه جميعا ان شاء الله ليش مزا غنى اغنيه حق طلال اللي غناها اي غانم وانت غنيت حق طلال ليش مو كل جلسه نغني حق مطرب نحيي دام ان عاد ابو حنان موجود تعرفون عنده مواقف ما شاء الله عد واغلط نبي عاد ناخذ تفضحك قبل لا اساله نبي منك موقف هالشكل مر عليك اقول لك موقف قديم جدا الله اول ما خلصت المدرسه توظفت وزاره الصحه بعدين عقب اربع سنين كملت في القاهره بس وانا موظف كنت عزابي وصغير يعني عمري 20 19 سنتين صار دوامي ظهر بروح انا يعني واحد على الاستلامات دقت واحده من داخل المستشفى داخلي اكستنشن الو بني انا مالي شغل ما عارف احد كره وما كره منو انت خادم ولا غير خادم ولا ما تعرفني يا الله كلش ما تعرفني انت خادم اللي تغني مع اول شريطين سويتهم انا ما في صوره مبارك يذكر مبارك عشان يضحك مبارك لا يذكر مبارك تذكر مبارك مبارك من بديت يضحك اللي تغني قلت يا خادم الله قول لي شلون شكلك قلت والله واحد مملوح وهذا كل ساعه داخلي مستشفى ايه قلت له بشوفك ما اقدر انا بروح شلون اشوفك ايش لابس انت شلون اشوفك اللي بالجناح يدامون لازم يلبسون يونيفورم واحد لازم يجوا تراب عن صوت المرضى فكلهم يلبسون ابيض شو تقول انا اليوم خالف لابس جوتي اسود الجناح السادس تعال شوفني ما اقدر اجي تعال تشوفني وانا طالع ولا رفيجي جاي بيستلم الدوام رفيجي اصغر مني لكن وسيم شارب شلهني بسبعينات كان اقول له وين رايك تمشي يا هذيك صرنا الجناح السادس انا اقول له اطل هو اللي قلت له اطل طل ولا ولا واحد لابس اسود كلهم لابسين بيض ردينا له ما يدري وش السالفه وما يدري الموضوع شنو صرنا وشيرني التليفون الو وينك ما قلت هيت انا طليت ما لقيت احد شفتك يا عزيزينك ايش حق جايبها الاسود وياك الله يعطيك تحطيم لا 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 خلونا نسمع اغنيه
شفتك يا حلو ويقطع شقيبه الاسود وياها. قلت انا الاسود. في موال ولا قولوا لأهل ذيك المرابع والديار ما نسينا استزيد
نسينا الود لو حنا بعيد ما نسينا الود لو حنا بعيد عشت عشت Oh,
احمد احسنت هذا من اعمالك الخاصه الجديده اي والله هذا من هذا اخر لحن لحنته ما شاء الله ايوه خلصنا اليوم المغرب ها يعني مسمعك وين الزمن الجميل مثل ما قلنا قبل شوي هذا موضوع الزمن الجميل وانت رجعت لل في لحنك لنا والله انه يشرفني انه انت عبود عندك يعني عندك فكره عن الالحان هذه يمكن بعد لا والله لحن حلو كثير يعني انتقلت فيه بعد رجعت للشرقيه شويه وفي نقلات شويه كان هذا اخر لحن بعد المغرب هذا اخر لحن اليوم اليوم المغرب لحن. احسنت هذا حاشي الله يعطيك العافيه ابدعت فيه والله يا الله يسلمك اي والله طيب ودكم نسمع دويتو من ابو حنان وعبود عبود 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 الاثنين دول ما شاء الله شوف اليوم يبي هو زعلان ما ادري ايش فيه اشوفه مساء يكلمه ها يقولوا لك دويتو يقول لي يقول لي يبي حنان وعبود عشان يسمع بس عبود اي انا ما عندي سماعات ما اظني ها المفروض ما اسمع انا ما تسمعنا صح ليش ما حضرتوني للناس ودن ما اسمع حطوني ها انا لا هذا الجاك اللي قلت لي ما بي الجاك مع العود قلت لك ما بي ما بي ما بي من غير من غير خلاص مشكورين مشكورين وهم ترى هم يحسبونك لابس لا 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 حلو والله ما يشوفون حسبونك لابس لا حلو والله عطاك واحد عطاك واحد يقول ما يشوفون على بس على بالهم انك لابس ايه بنقول شيء حق ابو اصيل الله الله يرفع عنه ان شاء الله ويشفيه ويرجع لنا سالم معافى ان شاء الله الحين في على الليل بان السر
شيء. هو ألف لبيت صح؟ قول ما حد يسمع. طلع لبيت. زين احسنت، كنت يعني مبدع في الديو، ما قصرت بيض الله وجهك. الله يعطيكم العافيه والله، ابدعتوا ما قصرتوا. بس عبود، انا يعني حتى قبل لا تغنون كان محمد قال شغله، ويمكن قلت محمد انه دائما معروفين ابو حنان وعبود بالدويتو دائما، ان اكثر حفلاتكم مع بعض تغنون، او حتى الحين في الجلسه او كذا مره صادف انه فهلو يعني انتم يعني خلينا نقول مصادفة ولا مرتبة ولا لا هي تلاقي اللون أول أيوة شيء. هذه اللي أقصد تلاقي اللون. أنا أغني قبل أسبوعين حضرتها وكنا بالكويت معزوم عبود وعازميني أنا وكذا مطرب ويانا، بس الموجودين كذا مطرب فيه أو على أساس يبون عبود والملا ديت على أساس ممكن اللون إيه يعني إيه لأن اللون مو اللون الغنائي مو اللون إيه لا أوكي إيه لا عشان تلفزيون أسود وأبيض قلت لا فعلا لأن يعني وايد ملاحظين حتى أعتقد مرة في حفلة أعتقد في يمكن الوطن في الوطن حتى شفت الحفلة الوطن هذا في كل الحالات أنتوا لازم تأخذ ديو مع خالد لأن بالأمانة يعني ذوق اللي انا اذوقه يوم يغني شويه ويعطيني كلام غير الظاهر انا اغني ما حد يعرف له الا انت عشان كذي دائما وياه يحطونك اي بس شويه اغني الاغنيه يعطيني بيت انا ما سمعته بحياتي شو اسوي؟ تولى ما عنده دروس هذا في حفله يقول لي تولى ما عنده دروس يلا دام انكم تتكلمون عن الدويتو وعن المجموعه ايش رايكم نسمع اغنيه وطنيه احسن جماعيه حلو عزيزي ايش رايكم؟ الوطن عزيز نسمع أغنية منكم غانم دام أنه عندك العود لا عندك أنت شو تسمعون أغنية وطنية شو من أغنية شو راح نسمع منكم شباب نقول ما في أحلى من الوطن الوطن والله خليك أنت الوطن غالي ما لا لا عزف أنت أنا بقى والله الوطن غالي استبحنا من الحرب الشاعر فالح العجلان والحان الأستاذ محمد المرزوقي. أتحفنا يا أبو وائل أتحفنا يا أبو وائل هتغنوها معاي المتال مصفى للهلال
Chill.